السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أنتم يا أصدقاء؟ أهلا وسهلا بكم مجددا في منظومة البث القطرية، معكم المعلمة مها أبو ياسين، وها هو درسنا الثالث والأخير في وحدة أسرار البحر الميت. إذا سنستمر في هذه الوحدة لنستخرج معلومات من النصوص ولندمج المعلومات ونقارن بينها. نحتاج إلى دفتر وقلم، وكذلك أن ندخل إلى موقع آفاق عن طريق محرك البحث جوجل. نكتب في خانة البحث آفاق، نضغط ابحث، ومن ثم سيظهر لنا الموقع الأول آفاق المرحلة الابتدائية وفوق الابتدائية الحقيبة الرقمية. اضغطوا الآن. حسناً، إذا وصلنا إلى موقع آفاق، والآن نحتاج الدخول لنتمكن من إكمال الوحدة. الآن تسجيل الدخول عن طريق وزارة التربية، اضغط هنا، ومن ثم نكتب اسم المستخدم في الخانة الأولى وكلمة المرور في الخانة الثانية. هيا قوموا في الدخول حالاً. أهلا بكم في موقع آفاق. إذا مبنى الوحدة، إذا كنتم تذكرون في الدرس الأول تعلمنا من الصفحة الأولى إلى الثالثة والرابعة والخامسة في الدرس الثاني. الآن ما زال لدينا صفحتين، فهيا نستمر ونستفيد منهما. نبدأ في الصفحة السادسة، اضغطوا على الصفحة السادسة. أسرار البحر الميت، هذا هو درسنا. في الدرس الأول تعلمنا عن البحر الميت، عن الأسرار التي به، عن مزاياه، ولماذا أعد واحدة من أعجوبات الدنيا السبع، وأجبنا على الكثير من الأسئلة. في الدرس الثاني إذا كنتم تذكرون قرأنا و رأينا بعض الصور عن محمية عين جدي الخلابة. الآن في هذا الدرس نحتاج أن نشغل إبداعنا قليلا. هل تذكرون ألاء وسامي؟ ألاء وسامي ما زالا يحتاجان لكتابة دعوة إلى العم ماجد، ويحتاجان إلى إقناعه في زيارة البحر الميت، فهيا نساعدهما قليلا. إذا نوصي العم ماجد بزيارة الأماكن المميزة. السؤال العاشر، تمعنوا في صور الأماكن في منطقة البحر الميت، أي الأماكن توصون العم ماجد بزيارتها؟ عليكم اختيار ثلاثة صور مناسبة وجرها للمكان المناسب من خلال الضغط على الصورة وجرها. مثل ما ترون الصورة الأولى هي صورة البحر الميت وشواطئ البحر الميت، الصورة الثانية وعلو الصحراء، الصورة الثالثة كهوف قمران، بينما الصورة الرابعة فهي مصنع لاستخراج الملح، والصورة الخامسة عين فشحة كما أعتقد، والصورة السادسة شلال في عين جدي. اختاروا ثلاثة صور فقط وجروها إلى الأماكن إلى المكان المناسب. تذكروا يجب أن يكون سبب لاختياركم لهذه الصورة. معكم دقيقتان فقط، ابدأوا.
أحسنتم أعزائي، اختيار موفق. الآن دعونا ننتقل إلى السؤال التالي. اكتبوا سبب اختياركم للصور. الآن اخترتم الصور، صحيح؟ اكتبوا على في المربع الظاهر أمامكم في الوحدة سبب اختياركم لكل صورة وصورة. مثلا إذا اخترت صورة الوعل، نكتب الوعل، اخترت الصورة لأنها كذا وكذا. الآن السبب حسب رأيكم وبلغتكم الجميلة. كذلك لدينا دقيقتان لحل هذا السؤال. أحسنتم أعزائي، هل كتبتم أسباب رائعة؟ أعتقد ذلك. الآن أنا اخترت صورة واحدة وكتبت السبب، دعونا نرى مثال لذلك. اخترت صورة البحر الميت، وكما نرى في الصورة هناك بعض الأشخاص يستجمون ويسبحون في مياه البحر الميت. لماذا اخترت هذه الصورة؟ أولاً اخترت البحر الميت حتى تستطيع التمتع بالسباحة الآمنة في شواطئ البحر الميت. فهل تذكرون مياه البحر الميت مليئة في الأملاح ثقيلة، فهي إذن أكثر أماناً للسباحة، وهذه النقطة أعجبتني. وكذلك للاستفادة من قيمته العلاجية إن كان من أملاحه أو الطين الغني بالأملاح والمعادن، وهناك تتم. فإذن نختار الصورة، نتذكر ما هو الأمر المميز في هذه المنطقة، ونكتب السبب. السؤال 11، وهو سؤال مهم جدا. تعلمنا أعزائي في المدارس كيف نكتب رسالة. الآن كما طلب منا آلاء وسامي، علينا أن نكتب رسالة للعم ماجد موصيه في زيارة البحر الميت. الآن بداية الرسالة، المرسل إليه وهو عمنا العزيز ماجد. جملة التحية، إذن جملة التحية عادة ما تكون تحية طيبة وبعد أجمل تحية لك، جملة تحيون بها المستقبل والمستقبل والآن. فحوى الرسالة، فحوى الرسالة ينقسم إلى قسمين. في الأول المقدمة، والمقدمة يجب أن نكتب فيها سبب كتابتنا للرسالة، أي ما هو هدفي بكتابة هذه الرسالة. هل أكتب رسالة للعم ماجد مثلا لأدعوه لزيارة الجولان، أو أدعوه لزيارتي أو لحضور حفل عيد ميلادي؟ لا،
فإذا علي أن أبدأ رسالتي وأظهر للعم ماجد ما هو سبب كتابتي هذه الزيارة، ومن ثم أدخل في صلب الموضوع في الرسالة. علي أن أذكر له الأسباب التي تجعله يقتنع بهذه الزيارة، أذكر له ما هي الميزات، ما هي الأمور التي لا تعوض في البحر الميت وتشجعه للقدوم وزيارة البحر الميت. وآخرا ليس أخيرا، أكتب له في الخاتمة نصيحة أو طلب، جملة أو جملتان ختاميتان أنصحهما فيه في تلبية دعوتي وزيارة البحر الميت. في النهاية نجد التوقيع جاهز، نحبك وننتظرك بفارغ الصبر، ألاء وسامي. الآن معاكم 6 دقائق لكتابة الرسالة. انتبهوا إلى المعلومات أو التعليمات الموجودة أمامكم على الشاشة واتبعوها. عملا موفقا أعزائي المبدعين، الوقت يبدأ الآن.
أهلا بعودتكم. أرى الكثير من الرسائل الرائعة، أحسنتم صنعا. والآن سأعرض لكم رسالتي التي كتبتها للعم ماجد باسمي آلاء وسامي. عمنا العزيز ماجد، تحية طيبة وبعد، يسعدنا أن ندعوك يا عم ماجد لزيارة منطقة البحر الميت. فالبحر الميت أعجوبة من عجائب الدنيا، فناهيك عن أنه تم اختياره كواحدة من عجائب الدنيا السبع، فهو كذلك يعتبر المكان الأكثر انخفاضا على كوكب الأرض. أضف إلى ذلك بأنه يعد منطقة سياحية وعلاجية وصناعية، وهناك الكثير من المناطق المميزة التي يتوجب عليك القدوم للبحر الميت لاكتشافها والاستمتاع بها. نرجو أن تصلك رسالتنا بأسرع وقت، وتقوم بزيارة بحر العجائب البحر الميت، وتستمتع بهذه البيئة المميزة. نحبك وننتظرك آلاء وسامي. فإذا في البداية أخبرت العم ماجد بأننا نود دعوته لزيارة البحر الميت، ومن ثم بدأت بذكر الأسباب التي أعتقد بأنها ستقنعه لزيارة البحر الميت، كأنه واحدة من عجائب الدنيا السبع، وكذلك أنه المكان الأكثر انخفاضا على سطح كوكب الكرة الأرضية، هناك العديد من المناطق السياحية والعلاجية والصناعية والعديد من المناطق المميزة والرائعة في البحر الميت التي فعلا تستحق الزيارة. في الخاتمة تمنيت منه أن يستمع إلي وأن يزور البحر الميت ويحظى بأوقات رائعة. الآن إذا كانت رسالتكم رائعة، أحسنتم صنعا. إذا احتجتم لتعديل بعض الأمور في الرسالة، لا بأس، تستطيعون تعديلها متى شئتم. أما الآن دعونا ننتقل إلى الشريحة التالية. نبحث عن معلومات في موضوع آخر، مهمة اختيارية. البحر الميت أعجوبة طبيعية. الآن قرأنا فيما مضى المقال أو النص الأول، الآن دعونا نرى النص الثاني. هل انتبهت يا سامي إلى عنوان النص الثاني؟ هل يموت البحر الميت ثانية أنقذوه؟ نعم انتبهت. يبدو أن هنالك مشاكل تحيط بالبحر الميت وأنه في وضع خطر. إنه لشيء محزن حقا. ما رأيك أن نتابع القراءة؟ حسنا، أعتقد أن هذا الموضوع سيهم عمي ماجد أيضاً. بالطبع، تعال نعد للموقع ونقرأ النص الثانية. هل يموت البحر الميت ثانية؟ أنقذوه. يا إلهي، إنه ميت بالفعل، فهل سيموت ثانية؟ كيف؟ وكيف نستطيع إنقاذ بحر؟ إنه بحر بكامله، هل نستطيع إنقاذه؟ هيا نقرأ النص لنفهم عما يتحدث هذا العنوان الغريب. يمر البحر الميت في الآونة الأخيرة بمشكلة خطيرة، هي مشكلة الجفاف. ففي 30 سنة الأخيرة نقصت مياه البحر وانخفضت كميتها إلى حوالي 27 مترا، وهنالك عدة أسباب لجفاف البحر الميت. منها أولاً أن الإسرائيليين والأردنيين يستغلون مياه البحر الميت لاستخراج الملح، وثانياً أن نهر الأردن الذي من المفروض أن يصب في البحر الميت ويملأه، تفتح منه قنوات مياه وتستغل للزراعة والري وحاجات أخرى، وثالثاً قلة الأمطار التي تهطل هناك، ورابعاً تبخر كميات كبيرة من المياه في المنطقة. إذن كيف سيموت البحر الميت؟ ما هي المشكلة؟ ما هي؟ نعم، إنها الجفاف. الجفاف، فالمياه تجف تتبخر
وتختفي. في 30 سنة الأخيرة البحر الميت يمر في أزمة، في مشكلة خطيرة، إنه معرض للجفاف، فانخفضت كمية المياه إلى حوالي 27 متر، إنها كمية كبيرة. الآن أين يظهر أسباب الجفاف؟ لماذا سيجف البحر الميت؟ هل يظهر هذا في النص؟ ابحثوا عن ذلك، انتبهوا لهذه المعلومة إنها مهمة. هناك عدة أسباب لجفاف البحر الميت موجودة في السطر الثالث. ما هي؟ أولا وثانيا وثالثا. دعونا ننتقل إلى السؤال لكي نجد الجواب التالي. تكملة النص: وقد سبب جفاف البحر مشكلة أخرى، هي ظهور الحفر الأرضية أي البالوعات، الأمر الذي أصبح يشكل خطرا على السياح والمتنزهين. مثلا بسبب هذه الحفر الأرضية تم إغلاق الشارع المؤدي إلى كيبوتس عين جدي لسلامة السكان والمتنزهين. ويقدر العلماء أن البحر الميت إذا استمر على هذه الحال من الجفاف قد يجف كليا بعد 20 عاما، وأن الحل الوحيد والضروري هو تزويد البحر الميت بكميات إضافية من المياه. فإذا في الصفحة السابقة اكتشفنا أن مشكلة البحر الميت هي الجفاف، وما هي مسببات هذا الجفاف. الآن نرى الخطورة من وراء هذا الجفاف، فنرى بأنها تشكل خطرا على السياح والمتنزهين بسبب الحفر الأرضية أي البالوعات، وكذلك تم إغلاق شارع مؤدي إلى كيبوتس عين جدي لسلامة السكان. والأمر من ذلك كله تقدير العلماء بأن البحر الميت قد يجف كليا بعد 20 عاما. إنه أعجوبة من عجائب الدنيا السبع، فأرجو أن يكونوا وجدوا الحل. هل وجدوا الحل؟ دعونا نتابع القراءة. وفي خطوة تاريخية لإنقاذ البحر الميت قام الإسرائيليون والأردنيون مؤخرا بعقد اتفاقية لمد قناة طويلة من البحر الأحمر إلى البحر الميت، وضخ كميات كبيرة من مياه البحر الأحمر ونقلها إلى البحر الميت. هذه المياه ستساعد في رفع كمية المياه فيه وتنقذه من الجفاف، وقد سميت الاتفاقية قناة البحرين. أوف، الحمد لله، وجدوا حلا رائعا. سيحفرون قناة، وهذه القناة ستوصل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت، وهذه الاتفاقية سميت بقناة البحرين لأنها تجمع مياه البحر الأحمر وتوصلها إلى البحر الميت وتنقذه من الجفاف ولن يموت مجددا. السؤال 12: ما المشترك لكل مجموعة من الجمل الواردة؟ الآن هذا السؤال ينقسم كما ترون إلى 3 أقسام. القسم الأول فيه نقطتان: النقطة الأولى انخفاض كمية المياه وتعرض البحر الميت للجفاف، والنقطة الثانية ظهور الحفر الأرضية والبالوعات. الآن ما هو المشترك بينهما؟ عند الضغط على مربع الإجابة ستظهر لدينا 3 احتمالات: الاحتمال الأول أنها مشاكل، الاحتمال الثاني أنها مسببات المشاكل، والاحتمال الثالث أنها حلول. نرجع إلى النص ونبحث: هل انخفاض كمية المياه وتعرض البحر للجفاف هي مشكلة، أو هي سبب المشكلة، أو هي الحل؟ وكذلك ظهور الحفر الأرضية والبلوعات. فالآن نجد الإجابة، نختارها من الاحتمالات ونستمر. في القسم الثاني 4 نقاط: النقطة الأولى استغلال المصانع لمياه البحر الميت، النقطة الثانية استغلال مياه نهر الأردن للزراعة والري، النقطة الثالثة قلة الأمطار في المنطقة، والنقطة الرابعة تبخر كميات كبيرة من المياه. الآن هل هذه المشاكل أو هي مسببات المشاكل؟
كذلك نعود إلى النص ونبحث عن كلمة سبب لنعرف ما هو السبب، ونبحث عن كلمة مشكلة لنعرف أين هي المشكلة، وكذلك نبحث عن كلمة حل لنعرف ما هي الحل. نحن قرأنا النص، الآن فقط نريد أن نبحث عن هذه الكلمات التي تساعدنا في التوصل للإجابة الصحيحة. لهذين السؤالين معكم 3 دقائق، نبدأ الآن. أحسنتم أعزائي، هيا نرى ما هو الحل لهذا السؤال. القسم الأول انخفاض كمية المياه وتعرض البحر الميت للجفاف، ظهور الحفر الأرضية والبالوعات، إنها المشاكل. القسم الثاني استغلال المصانع لمياه البحر، استغلال مياه نهر الأردن، وكذلك قلة الأمطار، تبخر كميات كبيرة من المياه، هذه أسباب المشاكل. مثل ما قلنا نعود إلى النص ونبحث عن المشاكل وأسبابها، دعونا نرى كيف. هذا هو النص أمامنا، الآن قرأنا النص. الكلمة التي نبحث عنها مشكلة، أين هي المشكلة؟ يمر البحر الميت في الآونة الأخيرة بمشكلة خطيرة هي، إذن الآن سنقرأ المشكلة، مشكلة الجفاف. فإذن ما هي المشكلة الأولى؟ الجفاف. فيما يلي نرى شرح عن مشكلة الجفاف، وهناك عدة أسباب لجفاف البحر الميت. الآن ماذا يذكر لنا أسباب الجفاف؟ المشكلة جفاف، أسباب هذه المشكلة أن الإسرائيليين والأردنيين يستغلون مياه البحر لاستخراج الملح، استغلال مياه نهر الأردن، الأسباب التي
ذكرناها قبل قليل. وكذلك في الفكرة الثانية نجد مشكلة أخرى، وقد سبب جفاف البحر مشكلة أخرى. فإذا هناك مشكلتين، المشكلة الأولى الجفاف، ما هي المشكلة الثانية؟ هي ظهور الحفر الأرضية والبالوعات. فإذا مشكلة الجفاف وظهور الحفر الأرضية هي مشاكل، بينما الأسباب كما يظهر في الفكرة الأولى عدة أسباب لجفاف البحر الميت، وذكرها أولا ثانيا ثالثا ورابعا. فإذا هذه الكلمات تساعدني في إيجاد الإجابة بسرعة، مشكلة سبب. الآن دعونا نبحث عن الحل في القسم الثالث. ضخ كميات من مياه البحر الأحمر ونقلها إلى البحر الميت، أي قناة البحرين، هذا المشروع الذي قرأنا عنه. ما هذه تعد؟ هل هي تعد مشكلة، سبب للمشكلة، أو الحل؟ معكم أعزائي دقيقة لإيجاد الإجابة الصحيحة. نرجع إلى النص، نبحث عن هذه الجملة وما هي. أهلا بعودتكم مجددا. إذا ما هو الجواب الصحيح؟ نعم، إنه الحل. فكما يظهر في الفكرة وأن الحل الوحيد والضروري هو تزويد البحر الميت بكميات إضافية من المياه. وكيف استطاعوا أن ينجزوا هذا الحل؟ عن طريق ضخ كميات كبيرة من مياه البحر الأحمر ونقلها إلى البحر الميت. فإذا لنعرف هذه الجملة على ماذا تدل، نقرأ قبلها بقليل ونفهم أنها هي الحل. ننتقل إلى السؤال التالي. السؤال الثاني عشر، القسم باء. اكتب باختصار عن موضوع النص. الآن النص طويل بعض الشيء. أتى مثلا الآن أخوكم الصغير وسألكم عن ماذا تقرؤون؟ عن ماذا يتحدث هذا النص؟ نحتاج أن نعطيه إجابة مختصرة، فأنا لا أستطيع أن أعطيه إجابة مثلا بعشرة أسطر، وكذلك لا يكفي أن أقول له فقط البحر الميت، فهذا النص لا يتحدث عن البحر الميت بشكل خاص، بل يتحدث عن أمر آخر. ما هو؟ الآن تذكروا دائما بأن موضوع النص أو الفكرة المركزية يظهر في النص كله وليس في فكرة واحدة. يعني لا تقول لي الفكرة الأولى تتحدث مثلا عن أسباب جفاف البحر الميت، فهل النص يتحدث عن أسباب جفاف البحر الميت؟ لا، لأن الفكرة الأخيرة لا تتحدث عن أسباب جفاف البحر الميت. فموضوع النص موجود في كل النص، كل النص يتحدث عنه وعن أمور أخرى به. الآن دائما ما نستطيع أن نجد الإجابة في الفكرة الأولى أو حتى في الأسطر الأولى، عادة ما الفكرة المركزية تكون في الأسطر الأولى. معاكم دقيقتين لإيجاد الإجابة، تفضلوا.
أحسنتم عملاً. إذن عن ماذا يتحدث النص؟ ما هي إجاباتكم؟ هناك عدة إجابات رائعة أنا أكيدة. الآن دعونا نعرض احتمال لإجابة ممكنة. يتحدث النص عن مشكلة الجفاف التي انتابت البحر الميت في الآونة الأخيرة وعن مسبباتها وكيف تعاملت السلطات معها. إذن المشكلة، الأسباب والحل، كل هذا نستطيع أن نختصره في جملتين أو ثلاثة. مثل ما ذكرت سابقا، الإجابة موجودة في الفقرة الأولى عادة. الآن دعونا ننتقل إلى السؤال التالي. أضيف هنا أعزائي الطلاب، بعد دخولكم إلى موقع آفاق، أرجو أن تقوموا بحل السؤال 13 في شاشة رقم 7 من مهمة أسرار البحر الميت. السؤال 13، بعد قراءتكم للنصين البحر الميت بحر العجائب وهل يموت البحر الميت ثانية أنقذوه، أكملوا الجمل التالية. إذن هذه المهمة مهمة إجمالية للنصين اللذان قرأناهما في هذه الوحدة. الآن هناك عدة جمل كما ترون وعلينا إكمالها بالجواب الصحيح. ينخفض البحر الميت عن سطح البحر حوالي، أنا حقيقة لا أذكر، أنا بحاجة للعودة إلى النص، أبحث عن مساحة، أبحث عن كمية معينة. حوالي كم ينخفض البحر الميت عن سطح البحر حوالي كم؟ لا يوجد هناك حاجة لقراءة النص مجددا، أبحث عن الجواب الصحيح فقط. تصل درجة الحرارة في البحر الميت في الصيف إلى، الآن أنا أبحث عن درجات حرارة وفصول، انتبهوا، فصل الصيف درجة حرارة، أين موجودة أو أين توجد هذه الإجابة؟ إذا استمر البحر الميت على حالة الجفاف هذه فقد يجف كليا بعد، لأن هذه معلومة جديدة قبل قليل قرأناها في النص الثاني. كم يحتاج من الوقت البحر الميت ليجف نهائيا إذا استمر على هذا الحال؟ والنقطة الأخيرة، في 30 سنة الأخيرة نقصت مياه البحر الميت حوالي، في 30 سنة الأخيرة، انتبهوا، في 30 سنة الأخيرة، نبحث عن الإجابة الصحيحة. تذكر كل معلومة بأي نص ذكرت، ومن ثم عد للنص لاستخراج الإجابة. لا داعي لقراءة النص حرفيا، بل أبحث عن الأرقام التي تساعدني مثلا لإيجاد الجواب الصحيح. لهذه المهمة أو المهمة معنا 6 دقائق. عملا رائعا.
أحسنتم صنعاً أحبائي. الآن وأخيراً قد وصلنا إلى الختام وأنهينا الوحدة في نجاح. أرجو أن تكونوا حظيتم بأوقات رائعة واستفدتم كثيراً من هذه المعلومات عن البحر الميت. إلى اللقاء وألقاكم في وحدة أخرى.